السلام عليكم. بعد توقف دام عامين تخللهما معارك شرسة وأحداث كثيرة، يعود اليمنيون إلى طاولة المفاوضات وسط اهتمام دولي متزايد يسبق تلميحات من الأمم المتحدة عن عزمها الإعلان عن مجاعة العصر في اليمن إذا ما استمر القتال لمدة أطول. مفاوضات استبقت بإجراءات بناء ثقة بين قوات التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية والإمارات والحوثيين، تمثلت في وقف لإطلاق النار واتفاق على تبادل الأسرى والسماح بنقل جرحى حوثيين إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج. لكن ما الجديد الذي تحمله هذه الجولة التي ستحتضنها السويد، خصوصا في ضوء ما رآه بعض المراقبين تصعيدا من الجانبين المتفاوضين؟ فخالد اليماني وزير الخارجية الحكومة اليمنية قال: واهم من يظن أن الحكومة قد تتخلى عن الإمساك بميناء الحديدة. من جهته هدد محمد علي الحوثي أحد قياديي ميليشيا الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء أمام جميع الطيران إذا لم يفتح هذا المطار للشعب اليمني على حد تعبيره. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، التي نحاول فيها تسليط الضوء على الحراك الدبلوماسي والسياسي الذي يشهده الملف اليمني. متأرجحة بين توقعات الفشل والنجاح، تنطلق المفاوضات اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية أممية. مفاوضات يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي استبق بدأها بالتأكيد على أن مسؤولية النجاح أو الفشل تتحملها الأطراف اليمنية المشاركة في التفاوض، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب هناك. وبرعاية أممية كذلك، وفي إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، أعلن عن توقيع اتفاق لتبادل الأسرى بين ميليشيات الحوثي وقوات التحالف العربي، يتضمن تنفيذ شرط الحوثيين بنقل 50 من جرحاهم للعلاج في العاصمة العمانية مسقط قبل بدء مفاوضات السويد. وبالنظر إلى المرونة التي أبدتها الأطراف المؤيدة للشرعية في اليمن بشأن تسهيل مشاركة وفد الحوثيين في التفاوض، فإن محللين يرون في ذلك متغيرا يدفع باتجاه إحداث خرق في جدار الجمود الذي يعترض جهود إحلال السلام في اليمن ووقف دوامة الحرب المتواصلة منذ ما يقرب من 4 سنين. تطور سياسي آخر متعلق بالأزمة تمثل في إعلان إيران دعمها مفاوضات السويد ودعوتها إلى وقف فوري للقتال وإرسال المساعدات الإنسانية وبدء حوار يمني داخلي يفضي إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، موقف قد يفسر على أنه تراجع نسبيون في المواقف الإيرانية إزاء الأزمة في اليمن، ربما تأثرا بالعقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد طهران. على الرغم من ذلك، فإن ميليشيات الحوثي اتهمت الجيش اليمني وقوات التحالف العربي بشن غارات جوية مكثفة ومحاولات للتقدم على الأرض في مناطق الساحل الغربي باتجاه مواقع الحوثيين، في تطور يشير ربما بضعف الجهود المبذولة أمميا من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار قبل بدء المفاوضات، وهو الأمر الذي يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. في المحصلة، فإن المجتمع الدولي يبقى أمام معضلة تتعلق بتوفر إرادة أممية جامعة للضغط على أطراف الصراع اليمني وصولا لإنهاء تلك الحرب التي خلفت أزمة إنسانية كبرى ودفعت الشعب اليمني إلى حافة المجاعة. أنتقل إلى ضيفي الحلقة. معي في الاستوديو الأستاذ عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، ومن إسطنبول عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت معك، يعني الآن توقفت المفاوضات وأي حراك سياسي ودبلوماسي في الملف اليمني لمدة عامين، شهدت خلال هذين العامين حروب طاحنة ومعارك وربما تغير في الخريطة العسكرية بشكل أو بآخر، كيف ترصد الأجواء اليمنية والإقليمية والدولية التي سبقت هذه المحادثات، وكيف ترصد أجواء المحادثات في يومها الأول الذي انطلقت فيه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني الأوضاع في اليمن الجميع يدركها، وبخاصة الوضع الإنساني يعني كارثي، يعني طالت الحرب لم تؤدي أيضا إلى حل عسكري ناجز، بمعنى
يعني تنهي الانقلاب وتعيد أيضا الدولة الشرعية إلى اليمن. طالت الأزمة بشكل كبير في اليمن وخلقت أوضاع إنسانية كارثية. هذا الأمر أيضا يعني كان محط نظر الغرب الذي يضغط الآن بشدة بطريق إيقاف عمليات الحرب والمضي باتجاه يعني نحو عملية سياسية. في أيضا على المستوى الداخلي الدول التحالف تشعر أيضا بوطأة الضغوط الغربية خاصة على خلفية يعني خاشقجي، فبالتالي هناك متغيرات على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي أيضا هناك أزمة كبيرة تفاقمت بشكل. أريد أن تبسط الحديث في قضية الوضع الداخلي اليمني. برأيك هذه التطورات سواء الوضع الإنساني أو الوضع العسكري واستعصاء معركة الحديدة، هل هذا يعني إعلان بأنه حان وقت السلام في اليمن برأيك؟ هل هذه هي التي دفعت باتجاه هذه المفاوضات أم أن ثمة أمورا أخرى وراء ذلك؟ في الحقيقة الخير السلام أصبح خير ملح في اليمن. هناك حاجة ماسة الآن للانطلاق نحو عملية سياسية لأن العملية العسكرية لم تفلح، لم تحقق الأهداف المرجوة وهي استعادة الدولة وكسر الانقلاب، وهذا لأسباب كثيرة لسنا الآن في صدد شرحها. لكن في المحصلة هناك أزمة تفاقمت بشكل كبير، هناك أوضاع يعني كارثية في اليمن، هناك حصار مضروب على اليمن بشكل كبير، وضغط أيضا دولي باتجاه أيضا يعني إيقاف العملية السياسية العملية العسكرية والذهاب باتجاه أيضا العملية السياسية. هذا جانب. الجانب الآخر العمليات العسكرية باتجاه الحديدة. الحديدة الجميع يدرك بأنها الرئة التي يتنفس منها اليمنيين والتي تتدفق منها أغلب احتياجات اليمنيين سواء الإغاثية أو التجارية. 70% من احتياجات اليمنيين تبر عبر هذه المحافظة، وبالتالي انطلاق العمليات العسكرية إلى مشارف وتخوم هذه المحافظة شكل قلق كبير سواء على الداخل اليمني أو على المستوى الدولي. فتدافعت الجهود الدولية أيضا بالطريق أيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذهم من الحالة الإنسانية الكارثية التي تقول التقارير بأن الثلث اليمنيين الآن يتعرضون للهلاك، وهناك أزمة كبيرة خاصة إذا أغلق هذا الميناء والميناء الحديدة نتيجة أيضا للمآلات التي قد تنتج عنها العمليات العسكرية. فبالتالي الضغوط الدولية، الحاجة الإنسانية أيضا يعني طول أمد الحرب دفعت كل الأطراف في اليمن إلى العمل السياسي. وأعتقد أنه الآن في تقدم كبير في العمل السياسي، وهناك أمل في طريق أيضا إخراج اليمن من هذه الأزمة، وخاصة أنه اليوم وقع الطرفين على تبادل الأسرى، وهذه مقدمات يعني توحي بأن العملية السياسية يمكن أن تفضي إلى حل. أنت قلت أنه يريد العالم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن وأن هناك تقدما في العملية السياسية. أريد أن أبحث معك هذه بشيء من التفصيل ونفند هذه القضية، لأن ثمة مراقبين آخرين لا يرون كما ترى. لكن قبل ذلك أذهب إلى إسطنبول مع الأستاذ عبد الباقي شمسان. الخضوع بين قوسين إذا صح التعبير للمنطق السياسي، منطق المفاوضات في السويد برأيك، هل يعكس بشكل أو بآخر أستاذ عبد الباقي تسليم من قبل الحوثيين والشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي والجميع، يعكس تسليما بأن استحالة الحسم العسكري والخضوع في نهاية المطاف إلى لغة المفاوضات؟ اولا عندني اقول ان يعني ما يحدث في السويد هو ضغوط دوليه ناتجه عن تطورات في المشهد الدولي والمشهد في المنطقه، وهناك ضغوط دوليه مورست للدفع نحو السويد. الحوثيين ذهبوا ليس بفعل الضغوط، ولكن هم بحاجه بعد حادثه اسطنبول وبعد الضغط الدولي او الموجه للمملكه العربيه السعوديه، هذا الضغط المتراكم الذي وضع دول التحالف في موقف يعني حرج لاول مره، هذا دفع الحوثيين هم بحاجه الى الاعتراف بهم كطرف وحيد بعد التخلص من الحليف صالح. وبالتالي الان نحن امام دلال دولي، امام حضور للسويد، هذا يعني الاعتراف بهم كطرف وحيد بعد التخلص من صالح، هذا يعني أنهم طرف من أطراف النزاع وليس طرفا انقلابيا. السلطة الشرعية لا تستطيع أن تتخذ موقف بمعزل عن دول التحالف. دول التحالف الآن تعيش لحظات صعبة نظرا لأنها أجلت المعارك العسكرية لأسباب ذات علاقة بمشاريع استراتيجية. أقصد هناك كان أجندات في دول التحالف كانت ترتب وتعيد تأثيث البلد وتعيد تأثيث كثير من
المصالح الاستراتيجية، والمجتمع الغربي لا يتباكى علينا. المجتمع الغربي كان يراقب، سلم الملف اليمني لدول التحالف، ثم جعل دول التحالف تستنزف من خلال شراء الأسلحة، ومن خلال أيضا رفع الانتهاكات حقوق الإنسان ورصدها بما يشكل عليها في المستقبل ضغط، وتكون هناك لكن السؤال المنطقي، لماذا تريد الأمم المتحدة أن تستنزف دول التحالف العربي؟ ما مصلحتها في ذلك؟ لا علاقة للأمم المتحدة باستنزاف دول التحالف. الأمم المتحدة هي عبارة عن هناك دول مهيمنة، هناك دول مهيمنة على صناعة القرار. ما مصلحتها؟ مصلحتها أولا هناك إدعاب تشكيل منطقة الشرق الأوسط، بحيث تكون هذه المنطقة تقوم على ثنائيات سنة وشيعة وأكراد. هناك أيضا مصلحتها في إيجاد دول وضعيفة تعود إلى ما قبل الدولة الوطنية، كما هو الحال في العراق، كما هو الحال في سوريا. في المستقبل سيكون هناك علويين وهناك أكراد وهناك مجموعة من كنتونات الجغرافية، كما هو الحال في ليبيا الآن مقسمة إلى جغرافيات، كما هو في اليمن سيكون هناك ما يسمى انفجار الثنائية الوطنية إلى شمال جنوب، وهناك سنة وشيعة. هذا المشروع يجعل المنطقة رخوة وملوءة بالثارات، هذا يمكنهم من التواجد الأكيد في المنطقة، وأيضا حماية مصالحهم واستنزاف المنطقة بما يشكل ناتو في المستقبل، يشكل ناتو سني بمعنى. أيضا في عنصر آخر، أيضا ما حدث لمجلس التعاون الخليجي من انقسام، ونتمنى أن يتم في الأيام القادمة إعادة اللحمة لهذا الكيان المهم في هذا التوقيت. هذا كله جعل المنطقة تعيش دون دولة محورية عربية، تعيش في دمرت كل مكتسبات الدولة الوطنية، بمعنى أنها الهوية العراقية الموحدة، الهوية اليمنية الموحدة. هذا يجعل المنطقة رخوة ويجعل الأمريكان والدول المهيمنة. يعني قد يسأل سائل أستاذ عبد الباقي، يعني كيف، يعني ما هي مكتسبات الدولة الوطنية؟ موحدة الدول العربية أثبتت الأحداث أنها موحدة ظاهريا، لكن من الداخل كانت مفتتة وتنتظر شرارة صغيرة. في علم الاجتماع السياسي وفي علم ما يسمى التحديث السياسي، هناك تعثر في عملية التنمية السياسية والتحديث السياسي، بمعنى أن عملية صهر الهويات الأولية في هوية وطنية كان بطيء للغاية نظراً للصراعات، كان هناك احتكار للسلطة، لكن كان هناك تشكل تدريجي، يعني هناك صيرورة التشكل، يعني كان العراق قاب قوسين أو أدنى من اكتمال هويته، بغض النظر عن تلك التباينات، كان هناك يعني المسألة الكردية، كان هناك سنة وشيعة، لكن كانت خفيفة وعلى استحياء، وكان هناك صراع، لكن الدولة الوطنية تشكل. كان في اليمن، نحن في اليمن كنا نخجل أن نقول سنة وشيعة أو زيدية وسنة، وكان الحديث عن شمال جنوب صعب، لكن تم استدعاء هذا. الآن في سوريا، هنا المنطقة، الدول المهيمنة وليس الأمم المتحدة، الدول المهيمنة تريد هذه الجماعات أيضا ذاكرتها مؤثثة بالثارات. يعني حتى لو 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 سمحت بس ثانية، لو قامت تسويات ستكون هذه التسوية بعيدا عن العدالة الانتقالية، كما هو الحال في استنبات الحوثيين كطرف وحيد. ونحن الآن أمام مخاطر سنتحدث عليها بالتدريج، ما هو يعني المستقبل اليمني في حال ما ذهبنا تحت الضغط الدولي. طيب أستاذ عادل، دعنا نتحدث عن النوايا قليلا، وهي نوايا يمكن استقراؤها من خلال تصريحات ومواقف الجانبين، الشرعية والتحالف من جهة والحوثيين من جهة أخرى، ومن خلال الأحداث المتراكمة على مدى الأشهر المنصرمة. هل تجد لدى جهات القتال والنزاع في اليمن نية حقيقية لإنهاء الأزمة، والاعتقاد بأنه لا يمكن الحسم عسكريا، وأن معركة الحديدة أكبر دليل على ذلك، وأن مفاوضات السويد هي التي ستحدث اختراقا؟ في الحقيقة الدول التحالف ليست عاجزة استراتيجيا، ليست عاجزة عن الحسم العسكري، هناك إمكانات وقدرات هائلة لدول التحالف، وأيضا للشرعية التي تمتلك حاضنة ممتدة على يعني طول اليمن وعرضه، وأيضا على الجبهات ونقاط التماس مع الحوثي. هناك جبهات أيضا متقدمة على تخوم صنعاء أو في مأرب، وعلى تخوم صعدة وفي تعز، لكن هناك يعني يبدو في استراتيجية التحالف لا تريد لهذا
هذه الانتصارات والمكاسب تحسب للشرعية اليمنية التي هي تعبير عن الثورة اليمنية. هناك مخاوف من الإخوان المسلمين، وهذا خط استراتيجي أول لدول التحالف، ليس فقط في اليمن ولكن في مصر وفي ليبيا وفي بقية الدول العربية، وهذا أيضا يمثل هاجس متقدم على الحركة على الميليشيا الانقلابية الحوثية، وبالتالي هذا هو المعضل والمعرقل لأي عمل عسكري جاد، لأن دول التحالف تخشى أن تعود إلى الواجهة، المعسكر الشرعي أن يعود للواجهة ويتسلم أي مكاسب تترتب على الانتصار على الحركة الحوثية. وبهذا الشكل وفي هذا السياق سارت العمليات العسكرية. يعني معذرة هنا، يعني لا ينبغي أن تمر القوات التحالف الآن السعودية والإمارات تمسك بتلابيب القوات المقاتلة على الأرض تقريبا جلها. لماذا تخاف؟ يعني هي تسيطر على كل شيء. لا سيدي، الـ 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 القوات العسكرية التي تقاتل الآن في الحديدة وعلى مشارف الحديدة هي قوات مستحدثة، هي ميليشيات مستحدثة أنشأتها دولة الإمارات في الساحة الجنوبية، وهي تدفع بها بمعزل عن الشرعية. صحيح أن هذه الميليشيات الجديدة العمالقة وأيضا القوات التهامية الألوية التهامية التي تشكلت من محافظة الحديدة أو العمالقة التي جاء بها من الجنوب أيضا لتقود هذه المعركة في الحديدة، هي تتبع تماما دولة الإمارات وهي التي أنشأت. صحيح أنها تدين اسميا للرئيس عبد الرب منصور هادي، لكنها خارج تشكيلات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية التي هي موجودة أيضا ومكتظة في محافظة تعز ومأرب وفي المحافظات الجنوبية أيضا لها جذور. وبالتالي هنا الخلل يكمن في أن الجيش الشرعية ليس منسجما، الجيش التي يتبع الشرعي التحالف ليس منسجما بكامله، هناك ميليشيات تتبع التحالف وتقود معارك مباشرة، وهناك جيش معزول ومعطل يتبع الشرعية، وهذا الخلل الاستراتيجي هو الذي أعاق عملية التحرير. أيضا التوازنات التي يريدها التحالف وهي عدم أيضا حسم لطرف ضد طرف، هذه الإشكالية المعركة العسكرية. لكن أعتقد أنه التحالف الآن وجد أزمة كبيرة جراء هذه الضغوط الدولية التي أرادت الآن أن توقف المعركة، ولم يكن بحسبان التحالف أن تسير الأمور على هذا الشكل. وبالتالي الآن يواجه التحالف فعلا معضلة حقيقية في اليمن، وهو إنهاء العمل العسكري بالكامل والذهاب إلى تسوية، ولم يكن مستعدا لهذه اللحظة لا هو ولا أيضا الشرعية في اليمن. وبالتالي اعتقد أن المستفيد من هذه الجهود الدولية الآن هي الحركة الحوثية ومن خلفها إيران. طيب دعني أسأل عبد الباقي شمسان، يعني هناك أجواء يبدو أجواء تفاؤل واضحة بشأن مفاوضات السويد، وردت على لسان أكثر من مسؤول في الأمم المتحدة الذين قالوا هناك إشارات إيجابية في المعسكرين، معسكر الحوثي ومعسكر الشرعية والتحالف العربي. ما طبيعة هذه الإشارات برأيك؟ لا أعتقد أن هنالك، هذه هي تصاريح دبلوماسية هدفها إضفاء يعني مناخ إيجابي على المفاوضات. هذه اللقاء السويد هو للحفاظ على ما وجه مبعوث الأمم المتحدة الذي منذ تعيينه لم يحقق يعني القدرة على جمع الأطراف في أي مكان آخر، وفشل اللقاء الأول. هذا اللقاء تأسيسي، ما تم الحديث عن تفاؤل ومؤشرات، هناك فجوة كبيرة. نحن نتابع الفوارق الجوهرية في الرهانات الأطراف، لا نتابع لقاء السويد. لقاء السويد هو لقاء يعني الحوثيين سوف يستفيدوا منه في الاعتراف بهم كطرف وحيد، السلطة الشرعية دول التحالف توصل رسالة للعالم أنها مع السلام وأنها تفتح يداها للبحث عن مخرجة هذه الأزمة. دول التحالف تحت الضغط أيضا تقول نحن لسنا مع الحرب، هذه فرصة للسلام. مبعوث الأمم المتحدة يقول أيضا أنه حقق نجاح وجمع الأطراف، كل هذه شكليات. إطلاق سراح الأسرى ليس منجزا، هذه يعني وليس يعني ربما مطلب هامشي أمام ما يحدث في اليمن. نحن أمام كوارث إنسانية، أمام انقلاب. وبالتالي الحوثيين إذا أردنا الحديث بجدية، مبعوث الأمم المتحدة لديه رؤية تقطع مع المرجعيات الثلاث، تقطع معها وتؤسس إلى أطراف جديدة في التسوية، منها الحراك الجنوبي ومنها الحوثيين ما يسمى نان أكتور ستيت، الفاعل غير الدولة شمال الجنوب، وهذا والسلطة الشرعية كطرف أيضا. هذا المخرج الجديد سيدخلنا في، لكن الجنوبيين يعني لم يستدعوا إلى هذه المفاوضات، لم يستدعوا، ولكن سيتم في المستقبل. الآن هناك هدوء مرتبط بما يحدث من ضغوط دولية،
لكن الحوثيين استبقوا ذلك وأسسوا أيضا الهيئة التنسيقية الجنوبية لمناهضة دول التحالف في صنعاء، وهم جماعة موالية لإيران موالية للحوثيين. نحن أمام خلط أوراق وخلق خلط أوراق. هل أنت متفائل بإحداث اختراق ما في هذه المفاوضات؟ يعني المسار المرشح أن تسلكه هذه المفاوضات؟ لا أعتقد هو كسب الوقت لدى الحوثيين وعمل ترتيب مواقعهم في الجغرافيا لاعتراف بهم دوليا، لكن الحوثيين مشروعهم واضح أن شرعية الحكم في البطنين وأنهم الأحق في السلطة، وبالتالي هم يعني مشروعهم واضح العودة إلى الحكم لأنه يعتبره حق إلهي تم القطع معه عام 1960 بقيام الجمهورية اليمنية، وبالتالي هؤلاء ليس لهم مطالب سياسية. اثنين، في هناك مجموعة من الاحتمالات وهذا سيربط في 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 علاقتها ب يعني هم كان طموحهم يكونوا على شاكلة حزب الله اليمني بمعنى أن يكونوا دولة في الدويلة، وبالتالي إذا وهذا مشروعهم يعني لن يسلموا السلاح لن ينسحبوا من المدن. كان لديهم قبل فترة قبل هذه أمد الحرب الطويلة كان لديهم كيان في داخل الدولة، الآن سيطروا بعد تصفية صالح على كل مؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وهذا يعني يجعلهم في حالتين، في حالة الضغط الدولي عليهم سيكونون يعني سيلتهمون سيكونوا على شكل حزب الله، وبالتالي الشعب اليمني لن يقبل بذلك، وهو طبعا حزب الله تمهيدا لالتهام الجغرافية الشمالية وليس الجغرافية اليمنية الكاملة، أو التهام الجغرافية الشمالية كاملة إذا استمر إضعاف السلطة الشرعية على هذه الشاكلة، أو المشروع الواضح اللي وضعه وزير الدفاع الأمريكي في 29 أكتوبر في عمان أنه الحفاظ على الجماعات وفقا لوجودها في الجغرافيا، بمعنى أن يكون الأمم المتحدة يعني والسلطة الشرعية متواجدة في الحديدة وفي الميناء تشرف عليه، ومارب قطاع منفصل، تعز قطاع منفصل، المناطق الجنوبية تحت الحراك الجنوبي، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام الحالة الصومالية التي هي لمدة عقد أو عقدين، بالتالي ما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة في غاية الخطورة. إيران هذا المشروع يتناسب معها تماما لأنها لا تعيش إلا في الأنقاض والخراب، وبالتالي المهم أن تبقى جماعة أنصار الله موجودة بقوة وتسيطر على جزء من الجغرافيا، وهذا يستنزف المملكة العربية السعودية وهو هدف استراتيجي لإيران. طيب إيران سنأتي في الحديث عنها في المحور الأخير من هذه الحلقة. يعني كما سمعت عبد الباقي شمسان يقدم رؤية تشاؤمية تحليلا متشائما إزاء ما يحصل في اليمن، وحقيقة هو ينسجم مع السردية التي يدندن حولها كل المراقبين اليمنيين بما يتعلق بتشاؤمهم حيال أي إنجاز حقيقي في اليمن. على ما تبني تفاؤلك وأن العملية السياسية أحرزت تقدما؟ وجه التقدم واضح الآن. أولا هي ليست مفاوضات، هي مشاورات. نعم. مزمنة أيضا بوقت أسبوع، لمدة أسبوع بأسبوع، وأيضا مزمنة يعني محددة في محاور مضبوطة، ومن هنا وجه النجاح. هناك مؤشرات قوية على أن العملية هذه المشاورات ستفضي أيضا إلى عملية سياسية. هذه المقدمات بدأت أيضا من خلال أيضا تنفيذ مطالب الحوثيين، و50 جريح تم أيضا إرسالهم إلى عمان، وهذا كان الشرط غير مقبول من التحالف ومن الشرعية سابقا في جنيف، وربما هو الذي عطل المشاورات آنذاك، لكن الآن هناك استجابة لهذا المطلب، وهذا أيضا تحت وطأة الضغوط الدولية التي أيضا يعني سمحت بهذا الانفتاح على مطالب الحوثيين. هذا جانب يشي بأن ما بعده أسهل. الجانب الآخر هو التوقيع أيضا على تبادل الأسرى، وهذه أيضا كانت نقطة مطروحة في جنيف لكن كان تصلب من كل الطرفين، الآن صار هناك تفاهم كبير على هذه النقطة، واليوم وقع الطرفين على تبادل الأسرى من الجهتين، وهذا انتصار كبير لهذه القضية الملحة الإنسانية التي نتكلم نحن عن آلاف الجرحى في كل الطرفين، وبالتالي هذا انتصار كبير لهذه القضية. الجانب الآخر فتح المعابر وبالذات مطار صنعاء، وهذا أيضا متفق عليه من الطرفين، وذهب هذا ما زال في طور الحديث، يعني لم يفتح شيء حتى هذا الآن. سيناقش في هذه المفاوضات، لكن كل هذه المقدمات تشي، وأيضا ذهاب الطرفين إلى السويد، كل هذه مقدمات تعطي أن العملية المشاورات ستسير ستفضي إلى النجاح. أضف إلى ذلك الضغوط الدولية الكبيرة التي أيضا تضغط في اتجاه إيقاف الحرب تماما وإعطاء دعم كبير للمشاورات الدولية
في السويد. سنتأكد من مدى يعني امتلاك إرادة من قبل الدول الكبرى لممارسة ضغوط على طرفي أو جهتي المفاوضات أو المشاورات أو النزاع في اليمن، ولكن بعد الفاصل فاصل ومن ثم نواصل حديثنا. أسعدكم الله، وهذه عودة إلى الحديث عن المسار الذي يمكن أن تسلكه مفاوضات السويد بين الشرعية اليمنية والحوثيين. أستاذ عبد الباقي، الحوثيون كانوا الطرف المعطل لإنضاج أي مفاوضات أو حل، مفاوضات ذات جدوى يمكن أن تفضي إلى حل. الحقيقة الواقع لأنهم غالبا ما كانوا ينطلقون من موقع قوة، هناك اختلاف بين معسكر التحالف وعدم رؤية واضحة، خلاف داخلي بينهم بشأن الشرعية، بشأن الجنوب، انفصال الجنوب، ميليشيات هنا ميليشيات هناك، معارضة إصلاح الأخوان المسلمين ممثلة بحركة الإصلاح. هل ما زالت هذه القوة التي انطلق منها الحوثيون في جولات سابقة ما زالت موجودة، وبالتالي إمكانية تعطيل أي مفاوضات وصول إلى حل ما زالت قائمة برأيك؟ طبعا بالنسبة للحوثيين هناك ثبات في طروحاتهم، هو يعني المخرجات الحوار، يعني تم الانقلاب على السلطة والدولة لأنهم رفضوا مخرجات الحوار الوطني. هم أيضا رافضين القرار 2216 المتعلق بالانسحاب من المدن تسليم السلاح، هذا أيضا لا يمكن القبول به. يقول لك الانسحاب لأين، نسلم السلاح لمن؟ لما يقول نسلم لطرف ثالث يعني أنهم غير معترف بالسلطة الشرعية، السلطة الشرعية تقول أنها هي الأصل، وبالتالي لا يمكن بقبول طرف ثالث كما هو الحال في منيا الحديدة. الحوثيين حضروا الآن ليس لأن كما يقول صديقي العزيز أن هناك ضغوط دولية أو أن هم تغيرت أفكارهم، هم حضروا إلى السويد لأنهم بحاجة إلى هذا الحضور في هذا التوقيت. طبعا هنا الآن ضغط دولي وإخلاقي وسياسي ودبلوماسي ضد دول التحالف، يعني دول التحالف الآن تحت المجهر الدولي، هناك ضغط شديد وهناك ملف حقوقي وهناك استنزاف وهناك مقايضات، وبالتالي أصبحت دول التحالف الآن في موقف مراقب وبحاجة إلى أن تمتص هذا الضغط بالذهاب نحو هذه نحو السويد. بالتالي من الذي يمارس الضغط إذا يعني أمريكا حتى الآن لا تعترف بأي وجود بأي مشكلة في السعودية سواء فيما يتعلق بقضية خاشقجي أو غيرها، فمن الذي يمارس الضغط؟ الضغوط من حتى الولايات المتحدة الأمريكية هي مجموعة من المؤسسات العريقة، البيت الأبيض، الكونجرس، وزارة الدفاع. نحن أمام أي إجراء حتى الآن بحق السعودية؟ دقيقة واحدة بس، هناك مجموعة من المؤسسات، والآن هناك تحول في بنية السلطة التشريعية في خلال بداية العام 2019. لدينا الموقف الأوروبي، هناك الرأي العام العالمي بعد حادثة جمال خاشقجي، يعني إحنا أمام تحولات. هذا الضغط بحاجة إلى امتصاص، ضغط دولي. هذا الوقت، هذا المناخ الدولي الضاغط لن يجدوها الحوثيين في أي مناسبة أخرى. اثنين، دعني أقول أن هذا الضغط الدولي لن يفضي، أنا أختلف تماماً جملة وتفصيلاً مع العزيز عادل، أنه الضغط الدولي سيؤدي إلى إيجاد تسوية. الضغط الدولي سيؤدي إلى قبول الأطراف بالبقاء في مواقعهم، وهذا يعني أننا سندخل، وأقولها بوضوح لأنه سندخل في مرحلة الصومال. كنا إلى قبل حوالي عامين كنا خائفين من مشروع كردستان، بمعنى أن تكون اليمن كان هناك تأثيث في المناطق الجنوبية بحيث أن المناطق الجنوبية تعلن استقلالها عن المناطق الشمالية، وينحصر المعركة في منطقة تعز بين السنة والشيعة وبين الملكيين الجمهوريين داخل تعدد هويات صراع. الآن نحن دخلنا في مرحلة مشروع، وكنت في لقاء مع أحد الشخصيات الأمريكية في لقاء مهم ومقرب من السلطة، قال سوف تندمون على مشروع
مشروع كيري، كنا نرفض مشروع كيري الذي هو متعلق بمخرجات الحوار، وسيأتي مشروع واستندمون على ذلك. وبالفعل جاء مشروع وزير الدفاع الأمريكي الحالي نحو الحفاظ على وضعية يمنية. صحيح أنه قد ندخل في يعني دعم إنساني تخفيف المعاناة، لكن سنكون أمام وجود دولي في ميناء الحديدة، سنكون أمام يعني السلطة الشرعية أضعف أطرافها، سنكون أمام موانئ معطلة، أمام جغرافية مجزأة، أمام تشظي في الهويات. نحن أمام وضعية خطيرة. طبعاً واحد يقول المجتمع الغربي مستفيد من هذه الوضعية، لأن كما قلت اليمن مستهدف ليس لذاته أيضا، اليمن مستهدف أيضا لأنهم يريدون المملكة العربية السعودية، يريدون استنزاف المملكة العربية السعودية، يريدون الحفاظ على الحوثيين لأنهم وسيحافظون على حزب الله، وسيحافظون أيضا على السلطة في سوريا، بحيث يكون هناك ناتو سني لمواجهة الخطر الإيراني. لكن نحن أمام المشروع، ما زال يعني بقاء اليمن تستنزف مجاعل. وبعدين سأتحدث عن المجاعل، هل نحن أمام قضية إنسانية أم انقلاب وانعكاسات إنسانية؟ أصبحنا نتحدث أن ما يحدث في اليمن هو كارثة إنسانية، وبالتالي هناك شق تم إلغاؤه وإقصاؤه، والشق السياسي. هناك انقلاب من جماعة انقلبت على النظام الديمقراطي، على مخرجة الحوار، على المبادرة الخليجية، وإذا بنا أن نتحدث. ثم المجتمع الغربي يتباكى عن الوضع الإنساني، هل هو ليس لديه معطيات عما يحدث تدريجي؟ لماذا تغاضى وغض الطرف لمدة 4 سنوات؟ لماذا لا يتحدث عن الوضع الإنساني اليمني إلا كلما تقدمت قوات السلطة الشرعية أو كلما أراد الذهاب نحو تسوية؟ بالتالي هناك استثمار لمعاناة اليمنيين، هناك استثمار واضح، وهناك ضعف من دول التحالف العربي. حقيقة عبد الباقي أشرت إليها، يعني معذرة منك، نقطة مهمة أشار إليها، هناك تفريغ للمحتوى للمضمون السياسي والتركيز شدة على القضية الإنسانية. هذه القضية الإنسانية ودندنة الأمم المتحدة دائما حول مجاعة مقبلة، مجاعة العصر والتاريخ في اليمن، هذه القضية، قضية الأزمة الإنسانية والمجاعة، إلى أي درجة يمكن أن تؤثر على محتوى المشاورات ومسارها؟ مسارها في الحقيقة الوضع الإنساني، يجب أن نكون موضوعين، الوضع الإنساني في اليمن كارثي. نعم قد يكون هو سبب وليس نتيجة الانقلاب ونتيجة أيضا مضاعفة الحرب، لكن كل الأطراف ساهمت بشكل كبير وفاقمت الأوضاع الإنسانية ولم تلتفت لمعاناة اليمن. هناك حصار مضروب على اليمن لأكثر من 4 سنوات، يعني قتل الحرث والناس داخل اليمن. هناك أيضا غياب للدولة ومؤسسة الدولة على اليمن، ونشوء ميليشيات تترى في الساحل الجنوبية إضافة إلى الميليشيات الإنقلابية في الجنوب. وهناك أيضا توقف للحياة الاقتصادية بشكل كبير، الموارد الدولة معطلة، التعليم، الرعاية الصحية، يعني كل يعني الكهرباء منعدمة، لا يوجد ماء، لا يوجد. طيب. خلال 4 سنوات الكوليرا تنهش بأكثر. هل ستؤثر على محتوى المشاورات هذه القضية؟ بمعنى يعني ستضغط، ستسير المشاورات نحو وضع تحسين المستوى المعيشي، تخفيف هذه الأزمة الإنسانية، تقديم المساعدات للناس، أم ستتجه إلى السياسة؟ لا، الوضع الإنساني هو الضاغط الآن، لأنه التقارير التي ترفع عن اليمن مروعة بشكل كبير، وبالتالي الجميع مبالغات من الأمم. ليس مبالغات، حتى المراقبون اليمنيون يقولون هذا. لا، هو غياب الدولة، نشوء الميليشيات، الحصار، الفوضى، الحرب، مضاعفة الحرب، ولدت شكل يعني فعلا وضع إنساني كارثي، وبالتالي هي الضاغط الآن على المجتمع الدولي. بلا شك أن المشاورات والمفاوضات الآن يعني في جزء كبير منها يهتم بالجانب الإنساني، وهنا نقطة فتح المعابر والمطارات أمام أيضا تدفق الإغاثة الإنسانية، هذا أيضا حاضر الآن في هذه المفاوضات، ويأخذ البعد الأكبر من اهتمام المجتمع الدولي وأيضا اليمنيين. فبالتالي أعتقد أنه المسألة الإنسانية الآن هي الحاضرة في الوجدان والضمير الدولي نتيجة لهذه الإخفاقات الكبيرة. كان على التحالف أن يلعب دورا كبيرا جدا في امتصاص هذه الأزمة، ولديه إمكانات مادية واقتصادية كبيرة جدا في سحب هذا البساط على الحركة الحوثية التي تستثمره، على المجتمع الدولي الضغط أيضا على الشرعية وعلى التعرف. لكن الشرعية إلى اليوم في المنفى خارج اليمن، وبالتالي هناك ميليشيات كثيرة تعبث بأمن اليمن واستقراره واقتصاده، شكلت أيضا وانتجت هذا الوضع الكارثي. البنك المركزي خارج اليمن إلى الآن يعني لم يفعل بشكل كبير، وهناك حصار مضروب ومورد البلد موقفة، وبالتالي من حق المجتمع الدولي أن يضغط. كان مفترض على دول التحالف وهي تسير في اتجاه يعني تحرير الحديدة أن تفتح عدن وحضرموت وبقية
بقية الموانئ أمام الإغاثة الدولية وتقول للعالم ادخلوا من هنا بدل أن تغلق كل المنافذ وتصعد أيضا في اتجاه الحديدة، شكل أيضا ضغط كبير على المجتمع الدولي ودفع أيضا باتجاه أيضا إيقاف العملية العسكرية وفتح الممرات وبالذات المطارات أمام هذه الكارثة الإنسانية التي تضغط على الداخل والخارج. وبالتالي الإشكالية هنا كان على المجتمع، على دول التحالف، على الشرعية أن توجد بدائل لهذه الأزمة الإنسانية، يعني تفتح المعابر. غياب استراتيجية لدى دول التحالف العربي، غياب استراتيجية، وهذا واضح منذ البداية. وأيضا هناك كما ذكرت هناك اختلاف في الرؤى وفي الأجندات، هناك تخوفات أيضا من معسكر الشرعية، من الثورة اليمنية، من الشرعية اليمنية، من الإخوان المسلمين في اليمن، وبالتالي ومن أيضا الحركة الحوثية. هذا التعدد في الأجندات هو الذي يشكل هذه المعضلة في اليمن، وهو الذي يعني دفع باتجاه أيضا السير في والتوغل في العمليات العسكرية بدون رؤية واضحة المعالم. طيب أريد أن أسأل عبد الباقي، في إسطنبول يعني موقف أمريكا وأوروبا وهما الفاعلان الأكبران يعني في اليمن يعني غامض حتى الآن، لا يعرف إن كانت أمريكا تريد حلا عسكريا أم سياسيا لليمن، وإذا ما كانت تريد حلا عسكريا يعني تريد حلا أم لا تريد الآن في هذه المرحلة، وإذا ما كانت تريد حلا فهل هو عسكري أم سياسي. يعني هل تلحظ موقفا أمريكيا وأوروبيا غربيا جديدا في هذه المرحلة حقيقي؟ المواقف الأمريكية والأوروبية لم تتغير، نحن نتعامل مع استراتيجيات وليس مع ردود أفعال أو تكتيكات. هناك استراتيجية واضحة فيما يحدث في اليمن، ملف سلم إلى الإمارات والسعودية للتحمل أيضا حتى التبعات المالية، وبالتالي الحديث أن الضمير العالمي يعني القضية اليمنية يعني موجودة أو طفت إلى سطح الضمير الإنساني. نحن نفرق بين الضمير الإنساني الجماهيري بفعل هذه التغطية الإعلامية وبين مصالح صانع القرار في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا. صانع القرار كان يدرك تماماً ولديهم إحصائيات بما يحدث في اليمن ولديهم معلومات، والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقدم الصور القمر الصناعية للقصف في اليمن، وهي تعرف نوع كم عدد الطلعات الجوية وتدرك كل التفاصيل في الجغرافيا اليمنية وفي إعادة تهيئة المناطق الجنوبية. وبالتالي هذه المواقف مرتبطة بمصالحها الاستراتيجية من حيث بيع السلاح، من حيث الضغط على المملكة العربية السعودية والمقايضة معها، من حيث أيضا الحصول على مجموعة من المصالح بفعل أن هناك الآن ملف حقوقي مرتبط بانتهاكات الحرب في اليمن. وطبعا كنا نتمنى أن لم يحدث انقسام مجلس التعاون الخليجي أو حتى ما حدث، وكذلك مجموعة من السياسات التي تمت في المنطقة كانت غير مناسبة مع فتح معركة كبيرة بحجم الجغرافيا اليمنية، بحجم الهدف الاستراتيجي الذي من أجله وقعت الحرب في اليمن. الحوثيين أكثر أهمية الآن من حزب الله في لبنان، أنهم في خاصرة المملكة العربية السعودية لتأسيس حزب الله آخر في الجغرافية، كذراع إيرانية تقصد؟ طبعا، بالتالي هناك يعني مصالح. بالتالي أعتقد أن دول التحالف قادرة أن تغير هذه الاستراتيجية. جميل، وهذا ما أشارت إليه حقيقة، يعني أشرت أيضا إلى نقطة مهمة مرة أخرى أستاذ عبد الباقي. يعني إيران أعلنت عن دعمها لهذه المشاورات في السويد ودعت إلى إيقاف القتال وإلى تحقيق حل سلمي ينقذ اليمني على حد وصفها من الأزمة الإنسانية. نريد أن نبحث هذا بشيء من التفصيل، ولكن بعد هذا الفاصل نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم معك عادل. يعني إيران المتهمة على نطاق واسع بدعمها للحوثيين في اليمن، اليوم تبدي اهتمام
على لسان كبار المسؤولين بمشاورات السويد وتعلن دعمها لهذه المشاورات. ماذا تقرأ في هذا الموقف الإيراني؟ في الحقيقة إيران الآن هي المستفيدة من هذه الموجة الحاصلة والهجمة الدولية على المملكة العربية السعودية على خلفية خاشقجي، وهي تريد أن تلتقط هذه اللحظة وتستثمر هذا الصخب الواسع في الغرب والذي يدفع أيضا باتجاه إيقاف الحرب في اليمن، بما أيضا ينشئ يعني ويشكل واقع جديد باليمن يكون في واجهته الحركة الحوثية التي تدعمها في اليمن، وبالتالي هي مستفيدة من هذه التحولات في المجتمع الدولي، ولهذا هي أبدت استعدادها لهذه المشاورات ودعت الأطراف اليمنية أن تتفاعل بجدية في هذه المشاورات، لأن المستفيد الكبير من هذه المشاورات هي الحركة الحوثية في الحقيقة وإيران. ما وجه الإفادة هنا بالنسبة لإيران؟ يعني الشرعية والتحالف يعول على الحسم العسكري في اليمن بشكل يعني إلى حد كبير في إنهاء الأزمة اليمنية، ويرى أن هذه الأزمة لا يمكن كسبها إلا عن طريق الحل العسكري، وبالتالي هي دفعت بمجاميع هائلة جدا وبتقنيات. لكنك قبل قليل قلت الحديد. إن التحالف لا يريد الحسم العسكري بسبب خوفه من عودة الإخوان المسلمين. صحيح، لهذا هي دفعت بمجاميع من خارج أيضا الشرعية ومن خارج الإخوان المسلمين من الألوية التي تقاتل في الحديدة، هي تتبع تماما دول التحالف وبالذات دولة الإمارات العمالقة التي أنشئت، ألوية العمالقة وأيضا ألوية التهامية، وهي التي تقود المعركة في الحديدة، وبالتالي كانت تريد أن تسلخ معركة الحديدة من الحركة الحوثية وتشكل عليه أيضا حصار كبير جدا وتقطع أيضا اتصاله بإيران، وهذه كانت نقطة تحول استراتيجية في المعركة ستؤدي أيضا إلى انهيار كبير للحركة. الضغوط الدولية الآن وقفت عائق أمام اجتياح الحديدة، هناك اختراق كبير في الحقيقة في الحديدة من قبل هذه القوات، وبالتالي هناك يعني انتصارات وتقدم. لكن صور الأقمار الاصطناعية أثبتت أن المعارك بعيدة عن الحديدة. لا، المعارك الآن في مشارف الحديدة، كيلو 16 سقط وكيلو 10 سقطت. ما الفائدة التي تجنيها إيران من هذه المشاورات باختصار من فضلك؟ إيران هي لها فائدة كبيرة جدا الإبقاء على الحركة الحوثية، كانت تستشعر قلق كبير من تقدم المعارك العسكرية باتجاه الحديدة، وأيضا تدرك بأن يعني سلخ الحديدة من الحركة الحوثية سيؤدي إلى تحول جذري كبير في موازين القوى في الداخل، وبالتالي هي مستفيدة أيضا من هذه المشاورات، لأن المشاورات في حقة الأمر ستؤدي أيضا إلى وضع حلول سياسية غير عسكرية، وسترجع تماما العمل العسكري إن لم توقفه، وبالتالي هناك ضغوط دولية تدفع باتجاه العمل العسكري، وهذه مصلحة كبرى لإيران، ولهذا هي تدعم هذه المفاوضات. وهنا السؤال الذي أحيله إلى عبد الباقي، ما التأثير الذي يمكن أن تحدثه طهران في مشاورات السويد الجارية الآن برأيك؟ دعني أولا أقول أن إيران هي عندما يعني قدمت تصريحات إيجابية لدعم مشاورة السويد هو كان استباق في حال تعثر المفاوضات، هي تحت المجهر وبالتالي تريد أن تثبت للعالم أنها ليس معيق وليس داعم للحرب في اليمن، ولكن دعنا نتحدث باستراتيجيات وليس بتصريحات سياسية. إيران لا تعيش إلا في غياب الدولة والسلطة الشرعية، وبالتالي هي حققت أهدافها الآن، سواء الحوثيين التهموا الجغرافية الشمالية كامل، وهو أيضا تعتبر كانت بالنسبة لإيران ليس فقط خاصرة المملكة العربية السعودية، أيضا كانت بلاد فارس وبالتالي تعتبرها جزء من الإمبراطورية الفارسية، والعودة إلى جغرافية إمبراطورية فارس، وبالتالي هذا الوجود يمكنها من أن تكون في خاصرة المملكة وفي قرب من دول الخليج، هذا مشروع. بالتالي وجود حزب الله اليمني أو التهام الجغرافية يخدم إيران. إيران لا تريد تسوية سياسية، هي تدرك تماماً أن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة يخدم مصالحها الاستراتيجية، أن مشروع وزير الدفاع الأمريكي ببقاء الحوثيين والحراك الجنوبي والسلطة الشرعية ودول التحالف في الجغرافي اليمن يخدم مشروعها، لأنها تريد البقاء في بيئة جغرافية رخوة حتى تتم ترتيب وإعادة تنشئة جيل على عقائديا وتدريب الميليشيات وإيجاد مصانع أسلحة، وبالتالي نستيقظ بعد فترة طويلة ونحن أمام التهام الجغرافية اليمنية برمتها وأن أمام تنظيم متجذر بصدة، كما هو الحال. يعني هي الآن خططت لتصفية صالح لأنه كان هناك مشروع عائلي
للرئيس صالح كانوا لديه مشروع العودة إلى السلطة، لأن الشعب اليمني قام بثورة شبابية عام 2011، والمشروع الحوثي ومشروع لا يلتقيان. فكل طرف، فقامت إيران بصهر القيادات العسكرية وقطاعات الجيش عقائديا. طيب، نحوها. أريد أن أواصل معك يعني حتى أختم هنا في الاستوديو. يعني بالنسبة لمشاورات السويد، أصابع إيران، فائدة إيران، مصالح إيران، المفاسد التي يمكن أن تنعكس على إيران، حصيلة مشاورات السويد، ما علاقة إيران بها وحاصل هذه المشاورات على إيران برأيك؟ يا عزيزي، إيران لاعب رئيسي في المنطقة، وتعتبر صنعاء عاصمة من العواصم التي تهيمن عليها، وبالتالي هي لا يهمها الحضور الشكلاني كما نحن. إيران موجودة في الجغرافيا اليمنية، موجودة من خلال ذراع الأنصار، يعني لهم الحوثيين داخل الدولة، ما ورثوا أسلحة صالح برمتها، أسلحة الدولة اليمنية برمتها، لديهم هيمنة على الأمن القومي والأمن السياسي ومؤسسة الدولة وموارد الدولة، وبالتالي هم موجودين في جغرافيا، وبالتالي ذهبوا إلى السلام أو لم يذهبوا، هم الآن أثبتوا للعالم، الآن اعترف العالم تحت الضغط الدولي بالحوثيين، أصبح الحوثيين طرف رئيسي وليس انقلاب، ولا هم مجموعة انقلابية ولا ميليشيات، هؤلاء طرف قوي تم تدليلهم، تم أخذهم بطائرات الأمم المتحدة، ذهب ليهم سفير الكويت، نحن أمام دلال ما بعده دلال. بالتالي كيف يمكن لك أن تتحدث لي عن انقلاب؟ نحن نتحدث عن أزمة إنسانية وعن أطرف نزاع وعن نسيان القضية الرئيسية، وهذا مطلب غربي وإيران تدركه. بالتالي هذه البيئة الدولية وهذا الواقع الرخو، وأنا أقول لك بوضوح ومهم هذه النقطة، الشعب اليمني لن يقبل أن يحكم بتفويض إلهي، والمناطق الجنوبية لن تقبل بحكم بتفويض إلهي، ولن تقبل بالسلطة الشرعية الضعيفة والتابعة، وبالتالي سندخل في سلطة شرعية ضعيفة وهي عبارة عن مجموعة الشخصيات، مجموعة من الهياكل السياسية والمجموعات العسكرية التابعة لدول التحالف، حوثيين موجودين في صنعاء، قطع أساطير البحرية، أساطير الحربية الأوروبية ستأتي للمنطقة لحماية الملاحة الدولية. طيب، سيكون واقعنا واقع رخو، ونحن نتابع لماذا لا نستفيد من تجربة الصومال، لماذا نترك الفضاء اليمني والجغرافيا الخليجية للاستنزاف والانتهاك، على لو سمحت على دول التحالف أن تسلم مهمة استعادة الجغرافيا اليمنية للجيش الوطني والثقة به. وأنا أؤكد لك أنه خلال أقل من 6 أشهر تستطيع السلطة الشرعية والجيش الوطني استعادة كامل الجغرافيا، لأن الرهان على السويد لن يفضي إلا إعادة ترتيب الجماعات الحوثية لمعركة جديدة، أو خلاصة الحفاظ على مكانتهم في الجغرافيا اليمنية. إذن هذا خلاصة ما قاله عبد الباقي، الرهان على السويد لن يجدي نفعا، وأن إيران فرضت نفسها في المعادلة، وأن مشاورات السويد هي اعتراف بالحوثيين، الذي يعني من وراء السطور، من بين السطور، أن هذا اعتراف بإيران. ماذا تقول في هذا الشأن؟ بلا شك إيران أعتقد أنه هي ربحت المعركة الآن، ودول التحالف في مستنقع في اليمن. هذه المشاورات هي اعتراف أيضا بهذا النجاح الإيراني. الحركة الحوثية الآن التي أرادتها إيران في اليمن من خلال هذا الانقلاب وأنشأتها في اليمن، الآن ستنصب في الواقع السياسي اليمني وفي اليمنية بتحت قوة السلاح. انتهى الأمر، الآن رفعت الأقلام وجفت الصحف، العالم الآن يعترف بهذه الحركة ويدفع باتجاه أيضا مشاورات معها. هناك يعني احتفاء كبير بهذه الميليشيا، حتى المبعوث الأممي طار معهم في الطائرة نفسها، والسفير الكويتي، وهناك أيضا اهتمام كبير قبل المشاورات. يعني أنت تم إذا ما قست هذا الكلام الذي تقوله الآن مع كلامك في أول حلقة بأن هناك تقدم كبير في العمل السياسي، يعني هذا التقدم في صالح الحوثيين؟ بلا شك التقدم هو في النهاية يعني يكسب، لأنه العكس العمل السياسي، عكس العمل السياسي، كانت هناك معركة على خوم الحديدة، وكانت هناك استعداد كبيرة وهائلة لقوة التحالف، وكانت تنوي أيضا صرخ الحديدة وهي على مشارف الحديدة، بل قد دخلت الحديدة، وبالتالي المضي في هذا الخيار كارثي بالنسبة للحوثيين وإيران، لأنه سيؤدي إلى قطع دول التحالف والشرعية اليمنية برأيك في ضوء ما تفضلت به؟ الإشكالية في الشرعية يعني ليس لها قرار كبير في الساحة اليمنية،
اليمنية، القرار بيد التحالف، التحالف يتعرض لضغوط هائلة وكبيرة في المجتمع الدولي، ومن هنا تأتي عملية الضعف والهشاشة في المشاورات الجديدة والتي ستصب في النهاية لمصلحة الحركة الحوثية ولإيران، لأن هناك دعم غربي مطلق للمضي في العملية السياسية وإقفال أي جهد في اتجاه أيضا العمل العسكري، وهذا بالمحصلة هو انتصار لإيران وللميليشيا الحوثية في اليمن. أشكرك شكرا جزيلا، وصلنا أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها الدكتور عبد الباقي شمسان معنا في إسطنبول، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، ومعي في الاستوديو عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لكم، إلى اللقاء.